ألو، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. الموضوع مفتوح أم لا، كيف نأخذ تناقشني علم بس؟ آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح من الكتب؟ أولا يجب أن تكون شيعيا. يعني مثلا دلوقتي لا لو أنا يجوز سألت واحد، معلش، لو أنا سألت واحد نصراني لا وقلت له كيف تطبق الإنجيل أو كيف تأخذ من الإنجيل، يقول لي يجب أن تكون نصرانيا أولا. نعم، لا يجب أن، من المكروه أن تقرأ الإنجيل. يعني أنا دلوقتي لو لا جبت يجوز الإنجيل أن تطبق أمامي، بحث. الإنجيل كل المسلمين أجمع على أنه محرف، الإنجيل، نعم وسألت واحد نصراني قلت له الإنجيل بتاعك محرف، يقول لي لازم الأول نعم تسلم، الأول تترصر عشان تفهم الإنجيل أو عشان تعرف الإنجيل. دلوقتي لو جالك واحد لا ملحد وسألك سؤال طبيعي وقال لك أنا عايز أقرأ في علوم أهل البيت، ولكن في علوم أهل البيت منها المكذوب ومنها الصحيح، كيف أعلم المكذوب من الصحيح؟ هتقول له تشيع الأول؟ هناك محدثين في الروايات، محدثين وإثباتات. هناك محدثين، يعني ثقات، ماذا؟ يعني ثقات. نعم. جميل أوي. طيب، أخذنا من المحدثين الثقات، فوجدنا هناك أحاديث من المحدثين الثقات تخالف القرآن الكريم، هل نأخذ بها؟ أثبت الشيخ أمير قريشي أن القرآن محرف من كتبكم وهي صحيح روح مسلم على وصحيح أهبل يعني. البخاري. روح على أهبل أنت وأميرك، مش على أهبل يعني. مش على أهبل. أكلمه في إيه؟ بيكلمني في إيه؟ شوية عيل ممكن ما يتخطاش 16 سنة. 16 سنة، عيل، طفل، شاب 16 سنة جاي يقول لك حمار أثبت أن القرآن الكريم محرف. طب ماشي، القرآن الكريم محرف، يبقى إذن الشريعة محرفة، وما عندكم كتاب صحيح وأنتم اعترفتم بذلك، يبقى فين أساسا الشريعة وفين الدين؟ يعني أنتم كأطفال أو شباب بتقولوا دلوقتي القرآن محرف، خلاص استبعدنا القرآن المحرف، وأنتم من تقولون ليس عندنا كتاب صحيح. جميل، حلو، أو ما فيش مشكلة، يبقى كده ما عندكوش كتاب صحيح والقرآن كمان محرف، يبقى أنتم عايزيننا نتبعكم؟ نروح نتبع واحد أهبل، واحد عبيط؟ الشيعة نفسهم دلوقتي بيضحكوا عليه، نتبع مين دلوقتي لما القرآن محرف وما عندكوش كتاب صحيح؟ نتبع مين؟ هتقول لي لا تعالى نتبع ندور على الروايات الصحيحة. طب ما اللي خلينا ندور على الروايات الصحيحة، ما نروح الأول ندور على القرآن الصحيح من باب أولى. ارجعوا لعقلكم شوية، وأنا كفرتكم من شوية،